الحياة ديت يا جماعة، ده انا دي لحظة البطولة. لا بطولة ايه؟ ده انا نطيت معاه. لحظة نارية جدا، لحظة انفجارية قوي، بتلخص قيمة الحدث وأهمية اللي عمله لاعيبة الأهلي وجمهور الأهلي وفرحة المعلق السعودي الشقيق حسين الأحمد. نعيشها إن شاء الله الفوز يا جماعة. تلعب الكرة، ثواني 10 ثواني، لا يصود لا يتصوب، صيدها يا عبدو، الله هذه فرحة وصرخة أهلاوي من القلب افتخر بالأهلي وليست صرخة مجاملة، يعني حاجة يا أهلي يا أهلي، فرح بالنادي الأهلي. يعني هذا المعلق الجميل الشقيق لو فريقه هينفجر بنفس الحماس، لكن ادالنا كل طاقة الحب والتقدير والاحترام في هذه اللقطة التي تلخص كل شيء. الحقيقة الشكر على هذه المشاعر الصادقة الدافقة. الحقيقة حسين الأحمد الدافقة، أنا قصدي يعني. طبعا لا الدافقة، الدافئة والدافقة كمان. الحقيقة المعلق حسين الأحمد مع الدكتور محمد سراج رئيس البعثة عبر عن مشاعره الحقيقية وفرحته الحقيقة بعد لحظات من انتهاء المباراة. نشوف. الله جدا حينما نشاهد الفريق كالاهلاوي المصري، الله الطيار، الله 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 ال